الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكورة. أهلا أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. أهلا بحضرتك كابتن هاني. أهلا بحضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ بخير الحمد لله. يا ريت بس تطمنا. طبعا كنا احنا عندنا ملف عودة الدوري، ومن ضمن الشق الأساسي والجزء الأساسي طبعا صحة اللاعبين وصحة كل القائمين على كرة القدم. حضرتك تطمننا على الإجراءات الوقائية والمساحات اللي بتتعمل لكل الأندية، الإجراءات ماشية إزاي، وطمن الجماهير إن شاء الله إن بإذن الله انطلاقة الدوري في ميعادها. بطمن حضرتك وأطمن السادة المشاهدين، وتحية لضيوف حضرتك. الأمور ماشية بصورة جيدة. إحنا طبعا اتحاد الكورة اللجنة الطبية وضعت ملف كامل للإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها عند عودة النشاط. الإجراءات دي ابتدت من شهر ونص تقريبا، ابتدينا قبل تجمعات الفرق مساحات لكل الفرق. الحمد لله احنا في الأسبوع السادس الآن، معظم الفرق طبعا الحمد لله مساحتها بصورة تسير بصورة جيدة. طبعا عندنا حصلت بعض المفاجآت أثناء المساحات وتم الحمد لله استيعابها، خاصة في الإنتاج الحربي. أعتقد كان في تقريبا 18 لعيب. المفاجأة اللي كانت لينا كبيرة كان فريق الإنتاج الحربي بعد معسكره، أما جاء المسحة المباشرة بعد المعسكر وجدنا فيها 18 حالة إيجابية. لكن برضو عايز أطمن حضرتك إنه إحنا قعدنا فحص ال 18 حالة دول تاني، في الحمد لله 5 منهم أصبحوا سلبيين، بنعيد لهم المسحة تاني بعد 48 ساعة تأكيد سلبية العينات، بيرجعوا للتدريب مع زمايلهم. الباقي إن شاء الله يتم عمل مسحات لهم تباعا. الامور ماشيه بصوره جيده. الفرق اللي كان عندها بعض الحالات الايجابيه في الاسابيع الاولى او الثانيه الحمد لله تحولوا الى حالات سلبيه الان. يتم لهم بعد التاكد من سلبيه العينات يتم لهم ميديكال اسسمنت، فحص طبي شامل يشمل القلب والرئه، ويتم عودتهم للتدريبات مع زمايلهم. ان شاء الله جدول الدوري هيبتدي 6 اغسطس. احنا قعدنا مع لجنه المسابقات ولجنه الحكام حطينا جدول موازي لسحب العينات والمساحات واماكن محدده. ان شاء الله تكون المسحه قبل المباراه ب 48 ساعه، تظهر نتيجتها قبل المباراه ب 24 ساعه تقريبا، مباراه تعقد. حكام نفس القصه في جدول ليهم، يتم التنسيق مع لجنه الحكام بحيث ان احنا نطمئن ان داخل المستطيل الاكبر كل الناس خضعت لتحليل المسح، وكل الموجودين داخل الملعب يعني عيناتهم سلبيه. حاجه مهمه اضفناها السنه دي في الدوري برضه عشان نطمن ونطمن الفرق، وجود مراقب طبي داخل كل مباراه. المراقب الطبي ده هيتواجد قبل المباراه. مراقب طبي هيتواجد قبل المباراه بساعتين، يتاكد من توافر كل المطهرات الكحوليات الموجوده في غرف الملابس الطرقات، يتاكد من تطهير كافه الاماكن المشتركه تراك العرضات الكور، كل الحاجات دي تبقى جاهزه. نفس الوقت هو بيتابع المباراة عشان لو حصل أي إجراء خاطئ من أي من الفرق أو من الأجهزة المعاونة أو الأجهزة الإدارية بينبههم ويلفت نظرهم إليهم، وبيكتب تقرير بما حدث في المباراة عشان إحنا نلفت نظر الأندية إلى هذا الخطأ. ده طبعا كلام مهم جدا جدا، بنشكر حضرتك عليه، معلومات قيمة. وإن شاء الله بإذن الله الأمور كلها على جميع المستويات جميع الفرق تكون على صحة جيدة.